لوبو قرر يسرق مجوهرات من العائلة الملكية وهو بده يعني يروح لميز له المزيفين من الحقيقيين، وأنا قلت له ما رح روح. ماشي طيب، هديك المرة قلتي له لا وبعدين عملتي اللي بده إياه. أفونسو أنت بتعرف تحت أي ضغط انحطيت. أول مرة حاول يخطف أخواتك وبعدين حاول إنه يقتلك، بس تأكد أنا ما رح أعمل شي مو قانوني مرة تانية. ماشي طيب، أنا لازم روح. انتبهي على حالك. لا تزعل مني روق. ايه صحيح، جبت لك عشا ليكو على الطاولة. انت منيح؟ ايه اكيد. ايه باي.